أهلا بيكم في نشرة فنية جديدة وتغطية جديدة لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44. لسه مستمرين في التغطية بشكل حصري على قناة 10. زي ما تابعنا مع بعض العرض الخاص امبارح لفيلم 19 ب، النهاردة ابتدينا الفعاليات بندوة خاصة لأبطاله. عايزه ارجع الاستاذ احمد خالد صالح، يعني ممكن نايت بس ما قدرتش تبقى موجوده معانا، بس في مشهد كان بينك وبينها خلانا نتوتر كده، وانتوا بتحبوا بعض ولا هي ما تعرفكش ولا انت عارفها من زمان، ومشهد الالم يعني احنا محتاجين نعرف كواليسه ده، لان هو ده كان برضو بيوترنا، يعني حسينا ان هو ليه العلاقه، هي فيها حب ولا فيها ايه العلاقه بينهم. كان من المشهد بتاع الدكه لما بيقول للحارس ان انا حتى زمان وانا صغير، انت تعرف حاجه عن الظلم، زمان وانا صغير لما كنت باجي عشان ابص على البيت كنت بطرد، هو ده الظلم. فده معناه ان هو صغير وهو موجود في المكان، فهي كمان كانت موجوده في المكان فتربوا، فده يدل على ان كان في ما بينهم علاقه حب. سؤاله ليها على انت اتجوزتي، فده معناه ان هو كان في ما بينه حاجه، حتى لو كانت من طرف واحد اللي هو من طرف نصر، وبسبب الفروق الماديه اللي حقيقه الامر مش موجوده، يعني هو في طبقيه ما بينه هما الاثنين، ولو بصينا على الموضوع من بره هو مفيش فرق فعلا. فعلاقتهم برده مش متفسره قوي عشان تتساب برده للجمهور هو اللي يتوقع منها. هي نودي كانت خايفه ان هي بصراحه تعمل كده، وفي الاخر يعني برضو بتاخد بتكنيك ان هو ما يبقاش الم بجد، او ما يبقاش الاكشن بتاعه حقيقي، بس الحمد لله طالع في الفيلم تمام جدا. فده يرجع طبعا للاستاذ احمد عبد الله وضادة مصطفى الكاشف في التصوير، ان هما الاثنين عرفوا ان هما يوصلوا ده. حفظي، ممكن احنا دلوقتي الفيلم ليه عرضين تانيين النهارده وبكره، بس الفيلم خطته ايه بقى بعد كده بعد مهرجان القاهره السينمائي؟ يعني ان شاء الله لسه تاريخ العرض ما تحددش، بس يعني اتوقع ان شاء الله انه هيبقى في يعني في الربع الاول من 2023 يعني، بس طبعا خطه ان هو لسه ان شاء الله يشارك في دوره، يعني في يعني يبقى في لفه مهرجانات كده، لسه نحط التصور بتاعها، وبعدين بعد كده ما هيتعرض على منصه يعني بعد العرض السينمائي. بس طبعا يعني ان شاء الله يبقى لسه في مشاركات في مهرجانات تانية قبل العرض السينمائي يعني. تعالوا نروح نشوف لقائنا مع السيناريست ورئيس المهرجان سابقا ومنتج فيلم 19 ب محمد حفظ. نورني دلوقتي الاستاذ محمد حفظي، الرئيس الاسبق للمهرجان وكمان منتج فيلم 19 ب، الفيلم المصري الوحيد المشارك في المسابقه الرسميه. صباح الورد عليك. اهلا وسهلا، ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. كلمني في البدايه عن رايك في المهرجان السنه دي. شايف مجهود كبير وايجابيات كتير جدا الواحد يتكلم عنها، يمكن اهمها برنامج المسابقات واختيار الافلام السنه دي، اللي انا شايف ان هو يمكن يعني لما نتكلم على مقارنه بين بالنسبه لي، يعني انا شايف لما نقارني بمهرجانات العربيه السنه دي، انا شايف مهرجان القاهره عمل برنامج هايل. يعني موضوع ترميم الافلام من الحاجات اللي عجبتني جدا، وكان نفسي اعملها صراحه في فتره رئاستي، لكن لم نتمكن احنا نعمل ده، لان طبعا الواحد ما ينفعش يعمل كل حاجه. كنا بنحاول نعمل مبادرات ونشاطات كبيره جدا، لكن كان دايما نفسنا ان احنا نعمل اكتر. يعني بشكل عام انا شايف العروض منتظمه، وفي اقبال على الافلام، والاوبرا شكلها السجاده الحمراء، والافتتاح كان شكلهم حلو جدا. فانا احب اتكلم على الايجابيات، يعني انا دايما سهل قوي الواحد ينتقد، وسهل الواحد يقول في دايما حاجات بسيطه كده الواحد ممكن يعلق عليها، بس ده كان بيحصل في فتره رئاستي، وكان بيحصل في قبلي يعني، فانا بفضل اركز على الايجابيات. ضخمه كمان، ايجابيات كبيره صراحه. صراحه المهرجان معمول على مستوى كويس جدا، وال يعني وانا شايف ان في احساس عام ان في حاجه مهمه بتحصل يعني. صحيح. طب لو هنروح بقى الفيلم 19 ب، أيوة، اللي هو من انتاج حضرتك، ايوه، ليه النوعيه دي من الافلام؟ هل انت بتبقى قاصد انك تنتج فيلم مش كوميرشال، بتخاطب فئه معينه، بتحب افلام المهرجانات اكتر، بتوصل رساله اوضح؟
لا انا على فكره بحب الافلام التجاريه جدا برضو يعني أوكي. انا يعني ساعات بعمل السنه اللي فاتت عملت فيلم حامل اللقب بطوله هشام ماجد ودينا الشربيني ومحمد سلام. السنه دي لسه مخلص فيلم يعني اسمه فوي 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 بطوله محمد فراج ونيلي كريم وبيومي فؤاد يعني مجموعه من الممثلين نجوم. ف لكن في نفس الوقت انا بحب الافلام اللي بتخاطب العقل والافلام اللي بتطرح مواضيعها الانسانيه بشكل بسيط ومختزل وما فيهاش زعيق او ما فيهاش مبالغه في الطرح. لان بشوف على المستوى الفني دي الحاجه اللي بتحركني اكتر يعني كمتلقي او كحد بيحب السينما. انا بحب الافلام اللي بتخاطب ال بحب الافلام اللي بتوصل رسائل كمان. مش شرط بتوصل رسائل على قد ما تكون معموله ب يعني معموله كويس. مش شرط يعني بتوصل رسائل يعني بالنسبه لك مش مهم مش لو الفيلم مش بيوصل رساله بس فيلم حتى لو كان لايت او كوميدي. لا مش لازم يكون بس معمول فيه. كويس بس معمول كويس يحترم عقل المشاهد. على فكره ان انا اعمل فيلم مجرد عشان ترفيه او ان الفيلم ده مسلي او الفيلم ده ممتع وفي نفس الوقت لو مش شرط اصلا مش شرط يكون بيوصل رساله بس ممكن يكون بيكشف لنا جزء عن نفسنا او عن طبيعه المجتمع وطبيعه العلاقات الانسانيه بنور لنا حاجه جوانا يعني. ما دي برضو مش لازم تكون رساله كبيره يعني هو ممكن تكون حاجه بسيطه جدا وانسانيه جدا. طب ايه الخطوات الجايه هنشوف ايه جديد؟ الجديد فيه لسه كنت بكلم حضرتك على الفيلم اللي لسه انتهينا منه مؤخرا يعني مخرج عمر هلال مخرج بقدم عمله الاول من خلال الفيلم ده. عندي فيلمين بيتصوروا حاليا في السعوديه. سوق سعودي. بطولات النجوم مصريه ولا لا افلام سعوديه الحقيقه؟ افلام سعوديه. يعني عندنا فيلمين سعوديين جداد وفيلم مصري جديد. ايوه صح. هاي نورتني النهارده مبسوطه جدا انك كنت معانا. ومن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي النجم أحمد خالد صالح. صباح الخير. صباح الفل. ازيك يا سلمى؟ انت عامل ايه؟ كله جميل الحمد لله كله خير. مبسوطة جدا انك موجود في المهرجان النهاردة ومنور المهرجان. السعادة ليا والشرف ليا. خليني بقى اقول لك انا عارفة انها تقالي كتير بس لازم اقولها لك. ابن الوز عوان. ما تحرمش يعني جملة مهما سمعتها بتفضل برضو ليها. بتزهقش منها؟ بيفضل ليها صداها الخاص جوايا وبتفضل بترن على الحتة بتاعت المسؤولية تجاه الاسم. الحمد لله ليا الشرف ان انا بشيله. في ناس ساعات بتتضايق يعني بتبقى لا انا عايزه اخرج من جلباب ابي زي ما بيقولوا واخد مسيره تانية واغير من جلدي والكلام ده كله. انت لا؟ انا يعني انا كنت كان عندي الصراع ده الداخلي بتاع ان انا لا عاوز اقوم انا نفسي. بنفسي وبيني وبينك هو دوت مهم يعني ده مهم وبالذات مهم في في في, في الشغلانه دي لان في الاول وفي الاخر هي من هتدخل اولها بسبب اسم بس عمرك ما تعرف تكمل فيها بسبب الاسم. صحيح. فحتى في اول بدايه الاوديشنز وكل الحاجات اللي كنت كاستنجز والحاجات اللي كنت بروح اعملها عشان مسلسلات او افلام او مسرح او اي حاجه كنت بروح بقدم نفسي اني احمد صالح. ما بتقولش احمد خالد صالح؟ لا يعني انت كنت بتروح انون. يعني ما حدش عارف انت ابن مين. وياما مشوني من اوديشنز ومن مكاتب كاستنج حقيقي. يعني انت كنت عارف. عايز من جواك انت عايز تعمل ده لوحدك ما تبقاش مسنود على حد يعني. جدا. لما بابا عارف عمل ايه؟ لما بابا عارف ده قعد يضحك قوي. قعد يضحك قوي لان كان قبل ما اتخصص في المسرح في الجامعه. فلما عارف من بره انا كنتش بقول له ان انا بروح اعمل اوديشنز او بعمل كاستنجز عشان مش عاوزه يتضايق يعني عاوز ان الموضوع يبقى جاي له مفاجاه. فهو فعلا اتفاجئ من بره. هو كان عايز ولا ما كانش عايز؟ ليه ما كنتش عايز يتضايق؟ ما كانش عايزك تبقى ممثل؟ لا ما كنتش عايزه يتضايق ان انا رايح استغل اسمه مثلا. لا ان انا رايح من وراء يعني ما روحتش قلت له ان انا اوكي. دي حاجه يعني هو كان مش ممانع بالعكس هو كان حابب انك تبقى هو في المجال. كان قلقان من ليه دايما؟ لان هو مجال متعب قوي. متعب قوي ومرهق قوي والنجاح فيه مش سهل والتواجد فيه مش سهل وصعوباته كتير. والحفاظ على التواجد فيه مش سهل. والحفاظ على نفسك ومع التواجد فيه مش 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 سهل قوي برضو. فهو لا هي شغلانه على قد ما هي ممتعه وعلى قد ما هي معطاءه وبتدي بس بتاخد كتير قوي في المقابل. طب احمد خالد صالح بيعمل ايه عشان يحافظ على نفسه في المجال؟
يعني ايه الخطه بتاعتك؟ بتقول انا لازم اعمل كذا 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 وافضل على البلان بتاعتي دي عشان افضل ثابت مكاني وافضل في الطالع زي ما بيقولوا ما انزلش. بحاول يعني برضو مش هقدر اقول ان مش هقدر احكم على نفسي ان انا في الطالع مش في النازل، لا بحاول طول الوقت ان الاختيارات اذا كان اللي ليها علاقه بالشغل تبقى مريحه بالنسبه لي، حاجات انا بحب حاببها وانا بعملها مش مضطر ان انا اعملها. بتاخد ريسك في اختيار الادوار ولا لا؟ بحاول بحاول يعني بتبقى قلقان وانت بتختار الدور تقول الدور ده مش لايق عليا؟ يعني انا من وجهه نظري بشوف دايما انت بتحب الادوار اللي هي فيها الولد الشقي البلطجي الظابط، ادوارك كلها كده اللي هي فيها الاتيتيود ده. هقول لك لان هو يعني ممكن تبقى باينه لك ان انا بحب ده، بس هو اغلب الوقت بيبقى دوت هو اللي بيتعرض عليا. اوكي، لان انت مش طول الوقت المخرجين هم اللي حصروني في ادوار الشغل. اه بالظبط. مش قوي الحمد لله، لان يعني على ما اعتقد ان في شويه تنوع في الحاجات اللي انا صحيح. قدمتها، بس هو موضوع بيبقى بناء على الاختيارات المتاحه بالنسبه لك، بتحاول دايما انك تختار احسن ما يمكن انك تختاره منها. طب شايف نفسك في الكوميدي مثلا؟ اتمنى. يعني امبارح في العرض بتاع الفيلم احساس ان حد يضحك على حاجه انت قايلها ده ممتع جدا. صحيح. جدا جدا. فاتمنى ان حد، ان مخرج او منتج او مؤلف يشوفني في حاجه تبقى مفاجاه بالنسبه لي وبالنسبه للجمهور. تتمنى وحاسس انك لو اتعرض عليك دور كوميدي هتأدي فيه بشكل مختلف وبلون مختلف تماما؟ صح. أتمنى. انا حاسه كده على فكره، انا حاسه ان الكوميدي هيبقى عليك كمان حلو. اتمنى قوي. جدا جدا. طيب احنا لو بنتكلم بقى عن فيلم 19، بما انك حضرت الافلام امبارح كلمني بقى عن الفيلم، لان انت كمان احد ابطال الفيلم. مبسوط وفخور بمشاركتي في الفيلم ومشاركة الفيلم في المهرجان وفي المنافسة الرسمية للمهرجان. الفيلم الوحيد، هو الفيلم المصري الوحيد المشارك. صحيح. فممتن قوي وفخور قوي وسعيد قوي بالتجربة، وإن شاء الله بتمنى النجاح لكل أقسام الفيلم، وبتمنى أن الفيلم ياخد جايزة في كل أقسامه إن شاء الله. هو فيلم أكتر من هاي، فيلم أكتر من هاي. طب لما نرجع بقى لآخر الأعمال، مسلسل غرفة 207 انت كنت طالع دور الفنان محمد فراج، كلمني بقى عن الدور ده وعن الرعب، وهل فعلا الكواليس، انا شفت شويه حاجات كده بيقولك الكواليس بتاعت المسلسل كان فيها رعب فعلا؟ هو انا رحت لهم حوالي 3 او 4 ايام تصوير، كان ده هو التوتال بتاع ايام تصوير بتاعتي، فما لحقتش اعيش معاهم كواليس واجواء الرعب. سمعت موضوع الرعب اللي في الكواليس بس ده؟ سمعت ان هم كانوا. الفيدباك عندك ايه؟ كنت عايز تروح ولا كنت قلقان ولا لا؟ انا بعشق فراج، انا من محبي ومن جمهور فراج من زمان جدا جدا، فلما طرحت عليا الفكره بتاعت انك تطلع ضيف شرف اول مسلسل بطوله فراج، لا انبسطت قوي قوي قوي، انبسطت قوي ومبسوط قوي بردود الفعل، ومبسوط قوي بان المسلسل خارج بالجوده دي وبالابهار ده بالنسبه للجمهور. فراج مبهر، ريهام عبد الغفور مبهره كالعاده، يوسف عثمان حلو قوي، واحمد خالد صالح مبهر كمان ونجم صاعد. شكرا يا سلمى، حقيقي نورتينا، مبسوطه جدا ان انا شفتك النهارده. السعاده ليا والشرف ليا. ميرسي يا سلمى. خلونا دلوقتي نشوف لقاءات فيلم السد، الفيلم المشارك في المسابقه الرسميه للمهرجان. ومن على الريد كاربت المخرج اللبناني علي شري، برحب بيك. مرحبا. شكرا. مرحبا، كيفك؟ تمام الحمد لله. كلمنا عن مشاركتك النهارده في المهرجان. بعتقد شعور كتير حلو الواحد يكون عنده فيلم عم ينعرض بالقاهره ومهرجان القاهره وخصوصا دار الاوبرا، له طعم لذيذ جدا. فيلم السد فيلم انتاج مشترك، ففي ناس كتيره فكره الانتاج المشترك دي بيقعدوا يفكروا زي كده، لمين ينسب الفيلم؟ هل مثلا لجنسيه المخرج ولا لجهه الانتاج ولا البلد اللي متصور فيها الفيلم؟
مزبوط سؤال، لأنه أكثر وأكثر للأفلام المستقلة مضطرين نروح نجيب المصاري وين موجودة. فالأفلام بتشوف هلأ صار عندها 5-6 بلدان منتجة. أنا بعتقد الفيلم هو هويته هوية المخرج، حتى لو المصاري مش جايين من بلد مخرج، يعني مثل حال الفيلم تبعي، يعني لبنان منه منتج بلد منتج. بس ممكن تقولي البلاد المنتجة؟ فرنسا ولبنان. عندنا فرنسا، لبنان، السودان، صربيا، ألمانيا، قطر. طب إيه فكرة بقى الإنتاج المشترك؟ هي بعتقد بس من وراء ظروف الإنتاج، يعني وصعوبة الإنتاج خصوصا للأفلام المستقلة. فأكثر وأكثر من المشاريع عم تتقدم ببلدان وين ما ممكن نجيب مصاري، فهي هذا انعكاس لواقع وصعوبة إنتاج الأفلام المستقلة. طب لو تحرق لنا أكثر قصة الفيلم شوية صغيرين. الفيلم بخبر قصة عامل طوب بيشتغل بكامينة بشمال السودان، والفيلم بصير على بالفترة الثورة، بداية الثورة السودانية لحد وقوع النظام البشير، وهي بتخبر قصة هذا العامل وعلاقة القصة الشخصية بالسياسة. طب إيه الصعوبات اللي واجهتك وانت بتصور الفيلم ده؟ صعوبات كتيرة. ما أنا عارفة، قولي بقى. بالأول يعني نحن بلشنا نصور كان قبل سقوط البشير، فيعني كانت الكونديشنز الشغل كان مختلفة، وكنا عم نصور لما سقط النظام واضطرينا نوقف ونرجع نحضر التصوير من جديد، ورجع صار في الكوفيد واضطرينا نرجع نأخر من جديد. وبعدين عم اشتغل أنا مع نون بروفيشنال أكترز، يعني ما في حدا ممثلين محترفين، اللي بخلي التصوير كمان يكون أصعب. وانت قاصد تشتغل مع ممثلين مش محترفين؟ كان مهم لإلي إنه ما جيب حدا يمثل دور، يعني كل العمال اللي بنشوفهم بالفيلم هن عن جد العمال، كل شخص بيلعب دوره. عايز تحاكي الواقع يعني؟ تماماً. الفيلم فيه ناحية كتير دوكيومنتري، يعني الأماكن هي الأماكن الواقعية، ما في ديكور، الممثلين هن عن جد الأشخاص اللي بيشتغلوا، بس القصة هي الفيكشن. المخرج علي شيري نورتنا النهاردة، ومبسوطة بمشاركتك في المهرجان. معنا دلوقتي الفنانة هند عاكف. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. كلميني عن مشاركتك النهاردة في المهرجان. أنا بحضر بصراحة المهرجان من بداية أول يوم طبعا، واتفرجت على بعض الأفلام، وفي أفلام حلوة أو عجبتني السنة دي، في أفلام يعني تحسي إن هي متنقية على الفرازة. إيه أكتر فيلم عجبك؟ أنا شفت فيلم سباحة حلوة أوي السوري، بيتكلم على قضية مهمة جدا، بيتكلم على قضية اللاجئين، فده مهم جدا، بس للاسف هو مش داخل في المسابقه الرسميه، فكان نفسنا 19 بيه، بس الفيلم المصري داخل. ف 19 بيه حلو قوي، شفته امبارح. اخراج عالي جدا، الاضاءه، الميوزك، التمثيل والاداء. طبعا عندك يعني فنان من الفنانين الثقيله قوي طبعا، استاذ سيد رجب، طبعا احمد، خالد صالح. كنت حاسه ان انا شايفه خالد صالح الله يرحمه قدامي، لان احنا كمان في علاقه يعني لطيفه وحميمه. انا اعرف احمد وهو صغنون، لان كان ساكنين في عماره واحده يعني في المقطم. طبعا نهاد السباعي عامله دور حلو قوي بصراحه، كلهم عاملين ادوار هايله. الفيلم طبعا يعني هو بيتكلم على حاجه موجوده في المجتمع، حادث العقار اللي ممكن الورثه يتوفوا فما يلاقوهمش، في ناس بتاخد العقارات دي تتصرف فيها بقى، تبيعها، تعملها. هو كان مصر ان منتظرهم لما ييجوا، وبيدور عليهم
عشان يديهم حقهم في مبادئ في كل. هو الفيلم قايم كمان على المشاعر اكتر وعلى الرفقه بالحيوان. صحيح، عشان انا امبارح قلت الكلام ده في انا شكرتهم، انا ما سالت السؤال في الندوه بعد ما الفيلم خلص، انا قلت لهم انا بحييكم على القاء الضوء على قضيه مهمه جدا وهي قضيه الرفق بالحيوان، لان الحيوان ده مخلوق من مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى، فلازم نتعامل معاه برفق كاننا بنتعامل الحيوان ده كانه طفل، يعني بيحس وبياكل وبيشرب وبيلد زينا ويتزاوج يعني، بس هو حيوان، فاحنا لازم نتعامل معاه بشكل الطف. وممكن انا حتى سالوني قلت لهم انا عندي قطط في البيت، ولما شفت المشاهد دي افتكرت القطط بتاعتي على طول، روحت البيت فحنيتي وملتي للفيلم اكتر اكتر صدقني. طب هند حاجه، في اول يوم جيتي حصل مشكله صغيره على الريد كاربت، والسوشيال ميديا طبعا اتقلبت تاني يوم، ويقال طبعا ان هند عاكف تصدرت الترند بالفستان وبالمشكله اللي حصلت. الحقيقه انا كنت واقفه وراكي على الريد كاربت، احنا يعني وشفت اللي حصل بالظبط، فانت قولي لي يعني قولي صرحي لي دلوقتي ايه اللي حصل. أنا لان المواقع كتبت حاجات كثيره مختلفه، بس في ناس كتير كتبت حاجات كتير، وانا يعني اسمحي لي ان انا مش بحب يعني اسلط الضوء على السلبيات قوي، ولكن انا بقول ده سوء تفاهم وانتهى في دقائق على فكره. انا بس ما كنتش اتمنى ان ده يحصل، لان ما ينفعش، لان انا مش دخيله على الفن، انا من اسره فنيه ليها جذور فنيه عريقه، وانا اساسا بشتغل وانا عندي 4 سنين. انت مستاءه مثلا ان هم ما بعتولكيش دعوه؟ هتكلم في موضوع الدعوه، انا كان معايا دعوه فعلا، بس انا مش هي كانتش موجوده يوميها، بس انا كنت واقفه جنبك بالظبط وسمعت اللي حصل بالظبط يعني. الموضوع فعلا انا مش هتكلم موضوع الدعوه ده بصراحه، يعني مش وقت انا كان فيه بصراحه خالص، بس انا فعلا كان معايا دعوه، بس ما كانتش معايا، ما كانتش معاكي وانت الوقت عارف. انا ما اعتقدتش ان يحصل كده وموقف زي ده يحصل، لان انا يعني زمان لما كان بيبقى معانا دعواتنا وسايبنا في العربيه او حاجه، يعني لو نسيناها في العربيه واقول ابعت اجيبها يقول لي لا اتفضلي، فانت معلش استقتي ان هم قالوا لك لا مش هنخش غير من غير دعوه وانت فنانه مصريه؟ اكيد ده سمعتك وانت بتقولي انا فنانه مصريه ومن حقي اني اخش مهرجان بلدي. ده مهرجان بلدي وده مهرجان فني، مش مهرجان يعني طبي فاقحم نفسي عليه، او مهرجان خاص باي حاجه تانية، لا لا لا، ده مهرجاني وفعلا والحمد لله المشكله اتحلت في من كام دقيقه، 4 5 دقائق وشفتي الدنيا. دخلتي وطليتي فستان عليه صور فنانين كتير قوي، كنت قصده بقى انك تخشي بفستان ملفت عشان ياخد الاضواء؟ انا بحب اعمل حاجات مختلفه، هند عاكف دي شخصيتها، يعني احنا مثلا ممكن جات لك الفكره ازاي فكره الفستان؟ الفكره انا كنت بحلم ان انا اعمل حاجه من زمان، حاجه لكل النجوم الزمن الجميل والحالي والوسط وكله. الفكره جات لي من 6 شهور، ان انا قلت اعمل حاجه، عايزه اعمل حاجه جديده، لان السنه اللي فاتت كنا عاملين الفرعوني وطلع ترند وبتاع، انا مش بجري ورا الترند يا جماعه، بس انت كل سنه بتعملي حاجه بتطلعي بيها ترند، فيقال انك عايزه تطلعي بيها ترند. طلعت ترند، هو الترند حرام عليا ولا ايه؟ هو في مشكله؟ هو محرم الترند على هند عاكف؟ ما كل الزملاء بيطلعوا ترندات وبيطلعوا ترندات، انا اسفه مش عايزه اتكلم في حاجات انا ما احبش اتكلم فيها، على الاقل لما اطلع ترند بشيء حلو محترم ما يسيئش لحد ولا يسيء ليا، ده واي نوت، يعني ما حدش يزعل من كده، ولا انت شايفه ايه؟ واي نوت. طيب قولي لي بقى، الفستان كان عليه صور كتير، اخترتي صور النجوم دي بناء على ايه؟ انا مفكره فيه من 6 شهور، والفكره فضلت تلعب في دماغي، وطبعا انا عندي فريق عمل استاذ خالد فتحي مصمم الدريس، هو اللي عامل لي الفرعوني برده، فانا قلت قابلنا بعض وقلت عايزين نعمل كذا نعمل كذا نعمل كذا، فوصلنا للشكل النهائي ده، والحمد لله يا رب طلعنا ده. طبعا مهندس محمود عفيفي برنت جيت الحاجات بقى الطباعه والحاجات دي مهندسين، والديزاينر حسام رجب وفيروز. اخترتي بقى صور من الفنانين؟ الصور احنا كنا عايزين نعمل النجوم الزمن الجميل والنجوم الحاليين والنجوم الوسط والنجوم جيلي. مين النجم اللي نسيتي تحطي صورته على الفستان؟ احط صورته؟ احنا في الظهر كنا المفروض نحط صور ما لحقناش. انا كنت اتمنى احط صوره النجم ممدوح وافي، لان انا بشتغل معاه كتير جدا وكنت بحبه قوي، ما كانش في عمل مسرحي يعمله لما يبعت لي هند عاكف،
فانا كنت حاطه صورته بس للاسف ما اتطبعتش. ليه هند عاكف بقى لها فتره كبيره منقطعه عن الاعمال الفنيه؟ هند عاكف كانت غابت اكتر من 10 سنين من بدايه 2011 بعد مسلسل ليلى مراد، وكنت حاصله على جوائز كبيره جدا عليه، كنت مضيعه وقت كتير قوي قوي قوي. ولكن ال 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 انت غبتي 10 سنين ورجعتي دلوقتي حريصه انك تكوني موجوده كل يوم في المهرجان، وحريصه انك في شغف ناحيه السينما، فايه اللي خلاكي تنقطعي فتره كده مع انك حريصه زي ما انا شايفه دلوقتي انك تكوني متواجده؟ انا بعشق الفن، ولكن حصل فتره الثوره انا اتخذت في الشارع مع الناس ونزلت السياسة، وكنت أمنت المرأة الحملة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة تحيا مصر، فاتخذت فقلت أنا وينط برضو تاني إن أنا أخدم بلدي من خلال السياسة والعمل للمجتمع المدني بشكل مباشر. ما الفن بيخدم البلد، ويعني برضو بتخدمي بلدك، هنا بتخدمي بلدك وهنا بتخدمي بلدك. فأنا طبعاً لما عملت ده الوقت خدني والسياسة خدتني ومشاكل المجتمع المدني خدتني، وكنت بحضر بقى ندوات. أنا كنت المنسق الإعلامي للوفد الشعبي اللي زار روسيا تمهيداً لزيارة الرئيس وتوضيح لرؤية 30 يونيو. في حاجات الناس ما تعرفهاش عني، بس السوشيال ميديا اللي يبحث هيلاقي كل ده موجود. يعني ليكي اهتمامات كتيره واهتمامات مختلفه، والاهتمامات دي خليتك تنقطعي شويه عن، بس راجعه تاني وحابه انك تبتدي تاني ترجعي للسينما وتمثلي وتحصلي على ادوار. عايزه اقول لك حاجه، انا لما بعدت وفعلا انا اللي رجعني تاني جمهوري، يعني بقى يقابلني، احنا حابين نشوفك في الفن، حابين نشوفك، عايزين نشوف هند عاكف تاني. طب ايه الدور اللي هند عاكف عايزه تعمله دلوقتي؟ والله بصي انا راجعه طبعا، في ناس كتير ابتدت، كله ابتدى يعرف ان هند عاكف رجعت. انا عايزه اعمل، اقدم الرساله الفنيه اللي انا كنت بقدمها زمان. اللي هي ايه الرساله الفنيه؟ انت بتقدمي حاجه بتخدمي بيها المجتمع، ما هو الفن ده رساله بشكل عام، يعني بشكل عام مش حاجه معينه. لا لا لا، يعني انا اخر حاجه كانت ليلى مراد، انت كنت بتعملي، انا عامله جميله ام ليلى مراد في قصه حياه ليلى مراد في ظل حقبه زمنيه، مش مجرد قصه فنانه بس. في ناس كتير بصراحه عماله تسالني على حاجه مهمه جدا، بيقولوا لي احنا عايزين نشوف قصه نعيمه عاكف. قلت لهم والله انا اتمنى حقيقي، يعني انا اتمنى ان حد يتبنى فكره حياه نعيمه عاكف لانها مليانه. ويعني نعيمه عاكف ملكه الاستعراض، قعدت عملت 23 فيلم بس وهي توفت وعندها 36 سنه، فافلامها عايشه لغايه النهارده. فلو فعلا عملنا قصه حياتها، وده طلب مني كتير بس انا بصراحه مش هنتجه، لكن لو في حد عنده استعداد يعمل ده انا مستعده، ما عنديش مشكله خالص. ويمكن كمان اسمحي لي ان هطلب منك طلب من خلال تن طبعا، انا يمكن طلبت الطلب ده من الاستاذ حسين فهمي زمان، وطلبته من الاستاذ شريف الشباشي، وطلبته من دكتور عزت ابو عوف، وبطلبه تاني من الاستاذ حسين فهمي. انا بتمنى الدوره القادمه نعيمه عاكف تتكرم، لان نعيمه عاكف اتكرمت في مهرجان نانت فرنسا، واتكرمت في موسكو في مهرجان الشباب، وليها صوره مجسمه هي ويوسف بيك وهبي في مسرح البلشوي في روسيا. فاحنا مصر بجد، يعني انا اعتقد ان حق نعيمه عاكف تتكرم في بلدها، وهي اتكرمت في معظم دول العالم. فده طلبي بصراحه من الاستاذ حسين فهمي، يا ريت تهتم بالموضوع ده. وفي طلب يعني. طلب لطيف جدا، وخليني اقول لك انا كنت اظن انك سطحيه اكتر من كده، فانا اتفاجئت دلوقتي. نورتيني ونورتي المهرجان، بشكرك. ميرسي ميرسي ليكم، كل سنه وانتم طيبين. لسه مستمرين في نقل وتغطية كل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 بشكل حصري على قناة 10. غدا لنا لقاء جديد، استنونا.